النهارده عندنا فخده ضاني محشيه مع الرز والمكسرات. فخده ضاني خردل اللي هي بودره المستردة او مستردة، ملح وفلفل السبع حبوب او السبع بهارات، سكر بني، بصل وتوم، جزر، كرفس، بطاطس، كوسة، زعتر، لحمة مفرومة، رز بسمتي، بهارات مشكلة، قرفة ناعمة، جوز الطيب، زيت، بسلة، مرق، مكسرات مشكلة، يعني الدنيا حلوة. هنعصج اللحمة بتاعتنا اول حاجة لغاية ما ايه، او عبارة لغاية ما نخلق الفخدة ونشوف هنوصل لايه. كده ده البصل، وادي اهو حطينا سمنة او زبدة او زيت. الاكلة دي حلوة وجديدة ولسه عالزيرو، مالينتش. شوية زعتر، مكعب مرق، ده التوم، وادي البراون شوجر عشان يديني لون ذهبي، وادي حبة الكرفس، ونيجي هنا بقى على الفخدة الجميلة دي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نفتح الجزارين بيعملوا ايه بقى؟ لما بيجوا يذبحوا عجل او اي نوع من انواع الذبايح بيعملوا حاجة غريبة جدا شفتها معاهم. بيجي على المروحة دي دي بيروح عاملين عليها كده. ايوه ليه بقى يا عم شريف؟ قال لك ان دي نعوذ بالله بيستغلوها للسحر. ربنا يكفينا شر السحر. فبيكسروها كده عشان ما ينفعش ان يكتبوا عليها. فانا بعمل زيهم كده. كده هنا بنزل بحبة بسلة، شوية زعتر تاني، بهارات. الله 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 الله. خلي القرفة دي هنا مع الرز. قوم بقى ايه يا عمي؟ عم شغيف معايا؟ حاضر يا فندم. اديها بقى تعفير الدقيق بسيطة يا عم شغيف. اهي. بيقول لي ليه؟ طب ليه؟ عشان تعفيرة الدقيق دي. بحبه قوي لما عكسني يقول لي ليه. تتجانس معايا كده تبقى تقيله. اديها معلقه مستردة بقى عشان تبقى مززه. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي. طيب خلينا في موضوعنا. الله 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 الله. معايا يا باشا حبة من الزعتر، سلطان بيبر، حبة مستردة كده لصلاة النبي.
وادي معايا كده يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز الفها كده قدامكم عشان ايه ما نستنفذ، يعني ايه يجي كده. قوم بقى ايه نيجي كده نعدي واحده 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 واحده. هي اللفة عايزة معلمة شوية عشان ايه نلم كل الدور ده وناخد اكتر كمية من اللحمة بتاعتنا. اللي هي عملني انا عايزه للرز، خلي بالكم. نعمل كده، تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى مع حضراتكم. مع الخردل، مع الخردل كده، حبة مستردة شوية زعتر، وادي الخردل بتاعي. اقوم بقى اعمل ايه بقى يا باشا، حاطينها البوكيه جرنيه بتاعها، وببدا اعمل الرز بتاعي اهو، وادخل دي الفرن اهو. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. النهارده شغل على فرانك. حبة الرز الحلوين دول اهو، ده ايه الجمال ده والحلاوة دي. وادي الرز اهو، حبة ملح، حبة القرفة، اهو اللي انت عايزه. حاضر، عايز ايه تاني؟ اهو نعم. بص بقى دول اعمل فيهم ايه يا باشا. الله يا بلادنا الله. شوف بقى، قوم بقى ايه الحلاوه دي والهنا ده كده عشان يبقى ليها جوس. بركة صلاة النبي أحسن. شوية بقى مية هنا دول أهو يا باشا. حبيبي يا رسول الله،